ازول حبيبتي، معكم حبيبتكم اللي هي في قناه هي بيوتي فلوج. فكر بصوت عالي، مرحبا بكم كاع حبيبتي في قناه تاعي. اليوم بغيت ندير لكم لوك يكون ساهل وخفيف وشباب ويعجبكم كاع كيما داير، وهو هذا اللوك اللي راني دايرته في العين هذه. فوالا، هذا اللوك راح نستعمل فيه بما اني جزائريه وراني عايشه في الجزائر، وحبيباتي كاع اللي تبعوني يعني ديفو هكا يقولوا لي دي هي نبغوا نخدموا بنفس لا مارك اللي تخدمي بها انتيا باش يعني يخرج لنا كيفك. الوغ جبت لكم باليت لي فريمون 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 رخيصه بزاف 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 وشايعه بزاف، يعني تقدري تلقايها في اي مكان في الجزائر. هي روبي روز اللي دايره كيما هكا. فوالا هذه هي روبي روز، كي تحليها تلقاي فيها لي كولير دايرين كيما هكا. العين تاعك توجور كي تبغي تخدميها ديري لها برايمر، ولا ما كاش برايمر ديري لها كونسيل. بوغ لو مومون انا راني دايرت لها برايمر وراني زايده باغي ندير لها كونسيل اللي هو كيما هكا، هذا ايفر بيوتي. ايفر بيوتي تاني هذه لا مارك شايعه بزاف في الجزائر وتلقايها ورخيص، وهذا الاخر يدير 10000 ولا يدير 15000 حد ماكسيموم. الوغ شنو غادي ندير؟ غادي نحطه على البديه تاع العين تاعي وغادي كتر. فوالا لكن راكم تشوفوا بلي راني كتر. وين حبست؟ حبست هنا. طيب ما جبتش حتى لهنا وانما حبست هنا. وغادي يجي بانسو لي يكون داير كيما هكا اللي انا ندير الكونسيلر تاعي تحت العينين. فوالا داير كيما هكا، وغادي ندير طبطاب، يعني مانيش نمسح فيه ولا انا بغيته يقعد. والحاجه المليحه فيه انه يعكس الضوء، هذا الكونسيل اللي راني دايرته يعكس الضوء. درت على البديه تاع الجفن المتحرك تاعي من العين. اش غادي نروح ندير؟ غادي نجيب هاد لاكولير اللي راح في الشيمر، هذا اللي نحطها في صبعي، هذا اللي نحطها في صبعي. شوفوا لا كولير كي دايره، ندير لكم الزوم. نحطه فوق فوق الكونسيلر تاعي اللي راني حديرته. كيما راكم تشوفوا بلي العين تاعي راهي فريمون تبان تضوي، راح كيفه كاع الكولير اللي راني درتهم اليوم. اوبس تحخرت فيها طفري، كاع الكولير اللي راني درتهم اليوم كلير. هي هي هادي، نهار الاول درت هذا، بعدا كي غادي نزيد هذا ونحطه وين؟ نحطه عند النهاية تاع العين تاعي، ونحطه على النهاية تاع العين تاعي. فوالا ونحط على النهايه تاع العين تاعي لي كولير راني درتهم طوماك بلي كاع لي كولير كلير. فوالا شتو كي غادي يعطينا داك الغفلي تاعك يا شباب. فوالا دركا سيبو، انا راني العين تاعي خدمتها كيما سي سيبو، كملت نو مازال ما كملتش، كاين صوالح لازم عليا نديرهم اللي هي اللي قلي نظف حدا العين تاعي. فوالا غادي يجي بانسو يكون نقي ما يكونش فيه اي حاجه. الوغ دوكا العين تاعي راهي كيما هكا حد الان، راني دايره غير زوج تاع لي كولير وراني دايره تحتهم كونسيلر. الوغ اسكو الخدمه تاعي كملت؟ نو الخدمه تاعي ما كملتش، لازم عليا نظف حدا العين تاعي، ويا ريت يكون البانسو نقي ما فيهش اي فاغا بوبيغ. فوالا راني نظفت تحت العين تاعي. اش غادي نجيب؟ غادي نجيب هاد لا كولير اللي دايره كيما هكا، شوف تلقاها تحتها، وراح نجيبها ونحطها على النهايه تاع العين تاعي، نحدد بها خدمنا العين تاعنا. هاكم تشوفوا، فوالا هذه هي. فوالا
الو دونك اسكو كملنا؟ نو مازال ما كملناش، بقات لنا النهايات واللي هي فينيسيون توالي اللي نديروهم. بقات لنا الابيض، جيبو كولور ابيض من باليت اخرى، نحطه تحت الحاجب تاعي. نحط عند الفتحه تاع العين تاعي، واني نحط فيها بشكل دائري. راكم تشوفوا بعدا كي ندير كيما هكا، خاصة انايا كي يكون ندير نواضر بزاف. هاد المناطق راكم تشوفوا بقات فيها لي طراس تاع النواضر. سيبو راني كيما عرفوا لا ديفرونس ما بين هاد العين وهاد العين، اني هنايا راني دايره كريون بلو تحت عينيه، وراني دايره الينا حاجه نورمال هي تحب لا مارك ولا فوالا. غادي كيش نبدا؟ ما غاديش نبدا من هنا، غادي نبدا منه ونجيب حتى اللافت كيما راني دايره في هاد العين. راكم تشوفوا بلي كان ديفرنس ما بين العين وهاد العين اللي هي التحت هنايا بلو تاعي راه جايه شويه غليظ، وهنايا راني دايرته خفيف. علاش هذا؟ لاني مسحته بالكوتونتيج. انا توجور نديره كيما هكا، نديره في البداية يكون كيما هكا، ومن بعد كي نجيب قطنه تاع الودنيه نمسح بها ودنينا ونقلع هذاك الخط اللي يكون غليظ ونرقه. الو واش غادي ندير؟ غادي ندير ايلينير تاعي. قال ندير ايلينير اللي هو جيل اي لاينر، وانا ما نديرش ايلينير ليكيد باسكو انا بلوندا، كون ندير ايلينير ليكيد يجي بالنوار بزاف وتانيك ما يجيش على العين تاعي غايه. وين ندير ايلينير ليكيد اللي هو ادياس، وراني درت لكم فيديو كيفاش ندير ايلينير، وراني درت لكم فيديو تاني واحد اخر كيفاش نخدم الحواجب تاعي، ودرتها لكم فرونسي. علاش درتها لكم فرونسي؟ ماشي باسكو انا ندير فرونسي كما راكم تشوفوا انا هاك ندير حواجبي، مي درتها لكم فرونسي باسكو الكاميرا تاعي ما تبينش غايه. الور باش نتوما تشوفوا كل تفصيل وكل حاجه انا نديرها، وراني وريت لكم عفسه كيفاش ديروا في هذاك الفيديو كيفاش نخلي قرات دقيقه نغمس هنايا كيفاش نخلي ايلي نغ تاعي ما يضيعليش وما يشفليش. وزي ما اكزاجيريش. الو راني دايره كيما هكا، غادي تقولي لي اللوك بدا يبان. الا كنتو تروماركو غايه الغايه في هاد العين اللي راهي هنا، اللافه تاع هنا كتبان كلير، ودوكا كي درت الينا راهي تبان شويه فرونسي، وهنايا راهي تبان فرونسي، لهنايا راهي تبان فرونسي اكثر من هادي. علاش؟ باسكو لي غوفلو هادي هي حاجه اللي تعجبني نخدم لي غوفلو. الو كون نزيدو كندير الرموش غادي هاد البلاصه وحدها تولي، وهاد البلاصه وحدها تولي تبان كونفونسي كيما هادي. على بيها كاش صوالح ما لازم مناش نتقلقوا عليهم، وانما لازم لنا نقارعوا حتى نكملوا كاع اللوك تاعنا ونشوفوا ريزلتا فينال. الور الرمش اللي غادي نركبه هو هاد الباسو، انا ما غاديش ندير فيه الاخر، واش ندير فيه كونسيلر باسكو ديجا كنت دايره كونسيلر. فوالا ها هما لا عينيا. نتمنى يكون عجبكم اليوم اللوك تاع اليوم، هو فريمون لوك ساهل ولوك شباب ويعني رائع، يعني خاصة البنات اللي ما يحبوش يكزاجيرو بزاف في الماكياج. في الماكياج الور كيما هكا تبغي ديري ماسكارا، انا ماسكارا ما عنديش بروبليم معاها وما سيبورتيهاش بزاف، وانما سيبورتي رموش. كي راني دايره رموش كيما هكا تقدري ديري لهم ماسكارا اللي بغيتي ديري فوليوم، ولا ما بغيتيش ديري ماسكارا هذيك حاجه اختياريه لي كيما تبغي. با انا بوغ موا ما غاديش ندير ماسكارا. فوالا هذا هو اللوك النهائي. فوالا عينيا هذا هو اللوك النهائي. فوالا يجي شباب روعه. هذا هو اللوك النهائي. نتمنى تكون عجبتكم، ما تنساوش تخلوا لي كومونتير تقولوا لي واش رايكم. نتمنى تكون عجبتكم، ما تنساوش تخلوا لي في لي كومونتير تقولوا لي واش رايكم. حبيباتي اللي جداد وما يعرفوني سيتو بلي ديروا لي ابوني وتابعوني، وكاين لي فيديو وحده اخرى راني دايرتهم، وراني ندير بزاف لي فيديو ومازال غادي ندير بزاف لي فيديو. المهم نتوما تقولوا لي واش راكم حابين، والمره الجايه راح ندير ديديكاس لحبيباتي اللي راهم توجور ناشطين معايا من البدايه تاع القناه تاعي. Voilà.